مرحبا بكم مشاهدينا، كما عودتكم معكم كوتش اسمان، اليوم غنختار لكم واحد لازون واحده اخرى اللي هي الكريشه. الكريشه هي المشكل ديال جميع النساء تاع المغرب او تاع العالم. الوغ اليوم غنختار نخدم لكم الكريشه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وتغونفورسي لكم الكريشه او تبروتيجي لكم الظهر تاعكم، سورتو الناس اللي عندهم مشاكل تاع الظهر. غادي نقترح عليكم انكم تنزلوا الارض معايا اذا عندكم طابي، اولا سنو اون سيرفيت لكنتو في الدار. كما اقترحت عليكم انكم تنزلوا الارض بحال كيف دايره انا، غتخليو الظهر تاعكم لاصق مزيان في الارض وتحاولوا تجيبوا لي طالون عند لي فاس ديالكم، تخليو لي جامب محلولين على لارجور تاع لي اونش، وبالتالي غديروا لي دو او نيفو دي طومب ديالكم. الوغ اول حاجه غديروها هي غندخلوا لو مونطون لداخل ونحاول نطلع لراسي في لو او دو دو، وبشويه بشويه حتى نطلع لفوق. جانسبير ونحاول نهبط لتحت. الوغ زفير لفوق وشهيق لتحت. لي فوت كورونت اللي تيكونوا هنايا هي الناس اغلبيتهم كيتيروا بلانوك ديالهم او بسيرفيكال ديالهم، بالتالي وبوت على تخوازيم ولا كاتخيم ريبيتيسيون كتحس بواحد الالم بزاف في العنق ديالك. الوغ بو ايفيتي هاد البروبليم هذا، يا اول حاجه غتقوم بها هي انك تدخل لو مونطون ديالك لداخل، غاتفيزيوني اونتخ لي جونو وتحاول تجرب عضله الباطن باش تطلع لو بوست ديالك. الا بغيتي تسهلوا العمليه اكثر تقدروا ديروا اون سيرفييت مورا راسكم وتحاولوا تجروا لا سيرفييت وتطلعوا بشويه ليكم. توجور لو مونطون هو الاول، نحاول نطلع ظهري بشويه بشويه، بالتالي نجرب العضله ديال الكرش ديالي عاد نهبط الارض. الوغ حنا كنقوم بهاد الحركه هذه، غتحاول تخلي الكرش تاعك لداخل مزيره شي شويه وظهرك يبقى لاصق مزيان في الارض. ماشي امبورطون انك تطلع بزاف، تقدر تطلع هي شويه، تحس بلا كونتراكسيون في لو سونتر دو كور ديالك وتعاود تهبط بشويه عليك الارض. نعاود نقوم بها واحد جوج ثلاثه المرات. هاد الحركه هذه كتعاونك باش انك تشد العضلات ديال البطن ديالك. هي سي فغي كو ما كتحرقش الدهون، ما كتغونفورسي بها شي شويه. نقترح عليكم دوزيام بوزيسيون هي ان تخلي لي مان تاعك كولي مع لي كويس، ونحاول نقوم بنفس العمليه. دابور لو مونطون بالنسبه للناس كي ميتريزو الحركه اكثر، وغتحاول تقلب على لي او تاع لو جونو ديالك، وبالتالي كنهز لو مونطون في الظهر، ودائما تحت الظهر كيبقى لاصق في الارض، الفوق هو اللي كيتهز بوحدو. نحاول نهبط ونحط لي زيبول عاد لا تيت اون ديرني. كما قلت لكم الزفير الفوق وشهيق لتحت. وحنا كنقوم بهذه الحركه غتحاول تكليسي لي كوت فيغ لي اونش. من بعد ما ديروا هذه الحركه وتعاودوها واحد 10 ولا 12 مره، نقترح لكم انكم تبقاو الفوق توجور لو مونطون داخل وتجرب العضله تاع البطن تاعك ماشي بلا نيوك ديالك. الوغ فوي بيان لا ديفيرونس، هنايا عندي مرخي دابا و جيتوليس بلوس لو سونتر دو كور. غتحاول تخليو ايديكم على الاكستيريور وغتحاول تحركوها ابارتيغ من لي زيبول. الوغ لو بغا ما يكونش مرخي بزاف، خصو يكون مشدود مزيان، وهكا غنحطوا لا طونسيون بزاف على لو سونتر دو كور وغات اونجاجو حتى لي بغا تاعكم. وهنا غتحاولوا تاكسبيرو بزاف. هذه الحركه اللي كنسميوها في بيلاتس بال 100. كما تقدروا ديروها بحال هكا، كما تقدروا الا كنتو افونسي شويه تهزوا رجليكم ا 90 دوغري، تخليكم في لا ميم بوزيسيون وتحرك شويه يديك. وبالتالي او بو ديال لا 5 ولا 6 ريبيتيسيون غتبداو تحسوا بلا بغيلور شويه في لو سونتر دو كور ديالكم، شي حاجه اللي هي نورمال. الوغ نتمنى نكون فدتكم في هاد لا سيونس هادي، ونشوفكم في لا سيونس بروشين ان شاء الله. ميرسي.